لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد. أهلا بك معنا دكتور، كل عام أنت بخير. نحن أمام رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 48.8%، وذلك للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية. قراءتك لهذا القرار في توقيته وأهدافه ونسبة الزيادة وتأثيرها المباشر على المواطنين؟ مساء الخير أستاذ نهى، اسمحي لي أحيي حضرتك والسادة المشاهدين الكرام، وكل عام وأنتم بخير. أنت بخير. كما تفضلت سيادتك وأشرتي إلى نقطة الحماية الاجتماعية وزيادة المخصصات في الموازنة العامة للدولة. لا شك أن الدولة بتوجيهات من القيادة السياسية تولي الحكومة اهتمام شديد بالطبقات الأولى بالرعاية والطبقات محدودة الدخل لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري. تتنوع جوانب الحماية من حماية اجتماعية تتعلق بما يتعلق بالرعاية الصحية، الإسكان، العشوائيات والقضاء على العشوائيات، أيضا تتعلق ببرامج متعددة في نواحي الحياة المختلفة. سلع غذائية، رأينا أو لمسنا كلنا في رمضان توافر السلع الغذائية بأسعار تكاد تكون يعني مخفضة بشكل ملموس عن أسعار السوق العادية، وبالتالي زيادة المخصصات بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لموازنة الدعم والحماية إلى ما يقرب من 530 مليار جنيه، زيادة تقترب من 50% عن السنة المالية الماضية لمختلف نواحي وجوانب الحياة سواء ما يتعلق بالمعاشات والتأمينات أو كما ذكرت السلع والمواد الغذائية أو أيضا الرعاية الصحية وتخفيف العبء عن المواطنين. لا شك أن العالم كله يمر بموجة تضخمية كبيرة جدا في هذه الفترة تعاني منها اقتصادات دول كبرى، فما بالنا بالدول النامية. لذلك أولت الحكومة والدولة بشكل عام هذه البرامج الحمائية وبرامج الدعم أولوية كبيرة جدا في الموازنة القادمة للعام المالي 2023-2024، بزيادة هذه المخصصات بشكل كبير جدا يصل إلى نسبة 50% زيادة عن العام السابق. طيب دكتور، كما ذكرت دكتور ماجد، يعني هذه الزيادات هي زيادات في عدد كبير من القطاعات التي هي تلمس المواطن بشكل مباشر وغير مباشر، وبالتالي السؤال إلى أي مدى هذه الزيادة في دعم المواطنين والفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، إلى أي مدى هذه الزيادة سيلمسها المواطن بشكل مباشر في حياته الاجتماعية والاقتصادية وفي قطاعات انتاجية، قطاعات صناعية، زراعية، صحية، في أوجه ومختلف الحياة بكافة أوجهها؟ لا شك أن انعكاس البرامج الحمائية وبرامج الدعم والحماية على المواطن المصري تبدو جلية فيما يتعلق بأولا حياة كريمة، بمعنى ليست فقط مبادرة حياة كريمة وإنما أتحدث عن توفير حياة كريمة للمواطن المصري بدءا من المسكن، ورأينا مناطق عشوائية بالكامل تم إزالتها وتحويلها إلى مناطق آمنة ومناطق تصلح للسكن لحياة تليق بالمواطن المصري. أيضا ما يتعلق بكبار السن والمعاشات والتأمينات وما إلى ذلك تم زيادة هذه المخصصات عدة مرات، بالإضافة إلى ما يتعلق أيضا بتوفير السلع الغذائية وأيضا الدعم للقطاعات التي تمس حياة المواطنين أجمع بشكل كبير، منها قطاع الصحة، منها قطاع التعليم، منها قطاع أيضا يتعلق بشكل كبير جدا بحياة المواطن المصري، ألا وهو ما يتعلق بتوفير كل ما يتعلق أو يلزم لرعاية صحية للمواطنين. ولمسنا ذلك في جائحة كورونا عندما أطاحت ب كما يقال أنظمة صحية كبرى على مستوى العالم، بينما مصر بفضل الله سبحانه وتعالى واجهت هذه الجائحة بشكل كبير وأساد بها العالم أجمع. ما يتعلق أيضا بالمبادرات العديدة والمتنوعة في مجالات توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطن، رأينا في رمضان
أهل رمضان، وكانت من المنافذ الكبيرة المتواجدة في أماكن كثيرة، بل والمنافذ أيضا المتنقلة لتغطي جمهورية مصر العربية بشكل جغرافي موسع. توافر هذه السلع وتوافرها بشكل كبير وأيضا بأسعار مدعمة أقل نسبيا من أسعار السوق، يعني أن هناك زيادة على الأعباء الخاصة بالموزع، وبالتالي هو ما توليه الدولة المصرية اهتمام بشكل كبير جدا. ولمسنا ذلك أيضا فيما يتعلق بالمبادرات المتنوعة للقضاء. طيب على ذكر المبادرات دكتور ماجد، يعني أنت ذكرت فكرة مبادرة هي الأكبر والأكثر انتشارا في المحافظات، حياة كريمة وغيرها من المبادرات. في أول رمضان كان هناك مبادرة كتف في كتف وغيرها من المبادرات الرئاسية التي تهتم في المقام الأول بالمواطن المصري بالتأكيد. إلى أي مدى هذا القرار الأخير هو مؤشر و مبشر لتوسيع قاعدة وأرضية الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين؟ لا شك أن هذا القرار الأخير المتعلق بزيادة المخصصات الخاصة بالدعم والحماية في الموازنة العامة للدولة سوف يؤدي إلى مزيد من التغطية لعدد أكبر من المستفيدين من هذه الموازنة. وكان هناك بادرة في برامج الإصلاح الاقتصادية الأخيرة والتعديلات التي تمت عليها بالتحول ايضا من الدعم النقدي الى الدعم من الدعم العيني الى الدعم النقدي، بمعنى ان يتم توفير هذا الدعم الذي يصل الى غير مستحقيه بشكل يعني لا يفيد الفئات المستفيده بشكل اكبر تمثلا في الدعم العيني، لان دعم مثلا على سبيل المثال دعم انبوبه البوتاجاز، من يستهلك انابيب بوتاجاز اكثر؟ هل هم الفقراء ام الاغنياء؟ دعم الكهرباء، من يستهلك كهرباء اكثر؟ ودعم الوقود والطاقه، وبالتالي التحول الى الدعم النقدي بالاضافه الى التوسع في المخصصات اللازمه لبرامج الحمايه والدعم، اعتقد انه سوف يفيد طبقه اكثر بكثير من الطبقه من العدد الذي كان يستفيد في الماضي، وايضا سوف يعود بمردود اكثر إيجابية على المواطن المصري وخاصة على الطبقات محدودة الدخل أو كما تفضلتي وذكرتي الطبقات الأولى بالرعاية. نعم أشكرك شكرا جزيلا دكتور ماجد عبد العظيم، شكرا جزيلا لحضرتك.